وينك يا روحي؟ ليش ما عم تتصل فيني أبداً؟ أمي ليش هالإصرار كله؟ رح أعيش حياتي مثل ما بدي. ابني شوف هالموضوع مزعلني على طول. أمي وقت باخد قرار المفروض توقفي معي مو ضدي، شو؟ وين الحب؟ ليش مو مهتم باللي عم حسه؟ مانك منتبه قديش اللي عم تعمله مزعلني كتير منك؟ منتبه إنكم مو زعلانين مثلي. ماجد أمي لازم سكر هلأ، منحكي بعدين ماشي؟ ماجد يا ريت لو ما بتوجه لأمك هالحكي، لو شو ما كان يكون هي بتضل أمك. بيجبروني أقول هيك ناريمان، بس بكل الأحوال مالكن غير بعض. حبيبتي كل شي بينحل. ماجد مالي قدراني أتحمل أكتر، المفروض إنه حاكي بابا. يا فايز تفضل على العشاء. يا فايز يا فايز تفضل على العشاء. حلو كتير رسمة، ما هيك؟ تتذكر شلون رسمت لنا لوحة إلنا كلنا بزغرة؟ مع إنه كانت صغيرة بس هي رسمتنا أنا وإنت ورزان كمان، لساتها موجودة لهلأ. صار لازم ننزل نتعشى نوران، السفرة عم تستنى حرام. ناريمان انتي متأكدة حبيبتي؟ ايه متأكدة. ماشي مثل ما بدك، رح نوقف هون ونستنى. تمام. بس ما يقوم يعصب هلأ. ما تاكلي هم، تزبط الأمور. خير إن شاء الله. ناريمان عمتي بدي أشوفه لبابا. بابا انت من يوم اللي درت وشك وبعدته عني كل شي بالدنيا دار وشه، كل شي دار ظهره الي ومشي كمان. انت من لما بطلت تشوفني وتسمعني مخنوقة عطول بوجعي. عقابك إلي عم يموتني من جوا.
بخيلك سامحني بابا. من اليوم رايح ما بيصير إلا اللي بتأمرني فيه. شيلي الصفرة نوران، ما عاد لي نفس أكل شي. ناريمان، شو حكيتو؟ ماجد، شو حكى معك؟ ولا كلمة حكى، ولا تطلع بوشي كمان. لا تحطي ببالك، بدنا نتخطى هالمشاكل مع بعض. يلا نمشي.